واضح جدا أن حكومة الاحتلال من بداية استلام الحكومة الجديدة أنه هنالك قرار بالقتل، قرار باستهداف الفلسطينيين حيث كانوا. احنا نتكلم عن 9 شهداء منذ بداية العام، وهذا رقم كبير مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا مؤشر خطير على أن هنالك آلة قتل تتحرك في الشارع الفلسطيني، ألا وهي والتي تدعى جيش الاحتلال. وواضح جدا أن هنالك استهداف لكل ما هو فلسطيني في الشارع الفلسطيني. العدو الصهيوني يستهل هذا العام بأن يوغل بدماء شعبنا أكثر فأكثر. 9 شهداء منذ بداية العام، هذا رقم كبير، وللأسف الشديد قد يترشح هذا العدد للازدياد نتيجة تطرف وتوغل هذه الحكومة في دماء شعبنا. الحكومة الصهيونية المتطرفة تستغل حالة التشرذم الداخلي الفلسطيني والانقسام وتحالة التطبيع العربي والتخاذل العربي. يلا يلا انزل. شاب طلع من السجن انحبس 15 سنة ونص وطلع بلش يشتغل يمه، هاي له 6 أشهر طالع عبود فيش بعد، الله يرضى عليه يمه، خلوك ومؤدب حنين عزار وكبار الله يرضى عليه، يسيش الأدب مع حدا محبوب الله يرضى عليه، هذا ابني زي بكية الشباب يمه. شوي شوي شوي.